قولي لي بقى يا ام يوسف، منين جات لك فكره ان انت تعملي كشري وتلفي طول النهار على رجليكي عشان تبيعي الكشري؟ سبحان بس الله. قبل ما بعد استاذنك ارحب بسعده لا الجميله اللي داليا، قاعده الحلوه دي. دي داليا. داليا، داليا والله مكتوبه سعده، لا ما هي في البطاقه هي بتتنادى بداليا، لكن هي اصلا ايه؟ سعده. سعده اه بس هي داليا بقى، ما هتخلي المخرج يزعق لي يقول لي معلش مش سعده. طيب تحب اقول لك يا سعده ولا يا داليا؟ داليا. داليا. طيب قولي لي يا داليا، انت بتساعدي اختك بقى طبعا ام يوسف اختك الكبيره. اه. مين فيكم بقى اللي بتطبخ الكشري بجد بامانه يعني؟ هي. هي وانت ما تعرفيش؟ لا انا بعمل طواجن ومحاشي والحاجات التقيله. يعني انتوا بتعملوا اكل تاني غير الكشري؟ اه نعمل وجبات لو حد طلب مننا، بروح عزايم وكده يعني. اه يعني بيطلب اوردر منكم مثلا أيوة. يوم كذا هاتي لي كذا وبتاع. أيوة. أيوة. لكن انت بتتميزي يا ام يوسف بالكشري. ايوه. طب قولي لي بقى، عشان في ستات كتير قوي قاعدين دلوقتي يقولوا ايه السر في الكشري بتاع ام يوسف؟ لان ناس كتير قوي شكرت فيه طبعا. ربنا يبارك في حضرتك. امتى جات لك الفكره دي؟ فكرتي فيها ازاي؟ هو فكرت فيها من كام شهر. اه من كام شهر كده يعني ناس عرضت عليا ان انا ابيع سندوتشات او اعمل اي حاجه تانية يعني. اه لان كنت ببيع ميه معدنيه ساعتها يعني. تمام. فجات لي فكره الكشري انا بعمله كويس يعني، فقلت الناس يعني هتاكله هيعجبها. الحمد لله يعني اشتغلت فيه واتشهرت الحمد لله. طيب اللي بياخد مني الكشري ده بيبقى كده مر في الشارع ولا يعرفك انت شخصيا؟ لا انا بلف بيه في الشارع. في الشارع بتاعكم؟ اه لا مش بتاعنا، مش شارع معين، مش شارع كل معين. يوم في حته، علشان خاطر مش كل يوم حضرتك هتاكلي كشري يعني. اه بس لا والله انت ليا انا شخصيا ما انا كل يوم لحضرتك بقى انت بتلفي بقى في مناطق كتير. ايوه. طيب لما بتبيعي مثلا في منطقه معينه النهارده كشري لحد وتروحي تاني للمنطقه دي، هل بيطلب منك نفس الكشري برضه؟ اه بيعجبه جدا. آه. طبعا. اه الحمد لله. اه بقى ليا زباين. وليكي زباين؟ يعني زباين مثلا بتروحي لهم كل قد ايه ولا تعدي عليهم كل قد ايه؟ يعني في واحد كل جمعه بياخد مني 20 علبه. كل يوم جمعه؟ في ناس تانية بتاخد مثلا أربعة بس كل أسبوع مش كل يوم. كل يعني أسبوع. كل يوم حد مختلف، ومثلا الكمية بتكون يا بسيطة يا بس أكتر حاجة اللي هو العشرين علبة اللي بياخدها الأستاذ أحمد ده. والله إحنا بنحيي الأستاذ أحمد ده بيحب الكشري قوي. أه بس كل أسبوع. ما شاء الله. طيب إيه بتلفي قد إيه بقى؟ كام ساعة في اليوم؟ بلفي مثلا من الساعة واحدة او 12 ونص كده لغايه الساعه 8 9 وممكن كمان المغرب يعني حسب رزقي. اه بس طب الشنطه بتاعتك بقى دي شنطه مشهوره جدا يعني. اه دي بتحتفظ بالسخونيه بتاعت الكشري مش كده؟ بتحطي فيها كام علبه بقى؟ بحط فيها 20 21. اه حسب ما بتشيل. طب وفريدي مثلا انت لفيتي وربنا رزقك في ساعه ان كل العلب اللي معاكي خلصت، ترجعي تاخدي تاني؟ ساعات لو ساعات. أو لو بس ما بتحصل. ما بتحصلش. لا ان شاء الله هتحصل طبعا يا رب ان شاء الله. طب قولي لي بتبيعي العلبه بكام؟ ب 10 جنيه يا بلاش. وهوريها لحضرتك جميله والله. طب انت دلوقتي الرز غلي والعدس غلي. تكلفيها ال 10 جنيه؟ لا طبعا. كان فيها اقل شويه يعني. لا زي ما انا يعني عاملاها دلوقتي بعملها كل يوم. تمام. وبتكلفيها العلبه بتتكلف 10 جنيه عليكي يعني الحاجات اللي انت بتجيبيها؟ اه لا انا بقى يعني معدل مكسبي في العلبه 2 جنيه بس. تحطيها في علبه بقى بلاستيك ومعلقه وبتاع كله. كل حاجه غليت اصلا. وانت مش ناويه تغلي علبه الكشك؟ ما بقى لما تعرف بقى قوي ابيعها ب 12 يبقى هكسب 4 جنيه. ربنا مبارك في القليل يعني الحمد لله رب العالمين ربنا مبارك فيه. طب قولي لي يا داليا ايه اكتر اكله بتطلب منك تعمليها؟ انا الطواجن والمكرونه بشاميل.